جدا، ولكن أسئلة عايز أسألها حضرتك سريعة جدا اتفضل. عشان أروح بقى لقلبك، أروح لقلبك. فعايز أسألك، الأهلي قادر السنة دي إن هو ينافس في البطولة الأفريقية وياخد البطولة الأفريقية، بطولة دوري أبطال أفريقيا؟ من وجهة نظر الأهلي المرشح الأول، اللي بيقدمه النادي الأهلي في الدوري العام بالعروض دي، وفرة اللعيبة اللي موجودة عنده، العلاقة الفنية الرائعة بينهم وبين المدرب، تضع الأهلي كمرشح أول لهذه البطولة، دون طبعا يعني إن احنا ننسى أندية كبيرة زي الزمالك، زي مازيمبي، زي الوداد، الفرق الثقيلة اللي موجودة، الترجي طبعا حامل اللقب، في أندية كتيرة لها كل الاحترام، لكن سان داونز لكنه شايف إنه الأهلي هو المرشح الأول. خلي بالك إنه لازم الأهلي يطلع من الثلاثة هو الزمالك الأوائل، عشان كأس العالم للأندية 2021 هتبقى بالثلاثة الأوائل. ثلاثة الأوائل، فعايزين فرقتين من مصر يكونوا في كأس العالم للأندية، وبقولها صادقا يعني من قلبي، هنبقى سعداء جدا، وصداها في العالم بيبقى أكتر من رائع يعني. فأتمنى إنه ده يحصل يعني. الدوري العام يا كابتن، شوف الدوري غير افريقي يعني، اي واحد السنه اللي فاتت كانوا يقول لك الزمالك بطل الدوري، الدنيا خلصانه والموسم منتهي، ومحدش يقدر يقول انه غير الزمالك يعني. نزيف النقاط اللي حصل في الدور الثاني، النادي الزمالك استغلوا النادي الاهلي مع فتره انتقالات رائعه يعني. معرفش الدوري، انا بشوف انه الدوري المصري مكعبل يعني، ممكن بتخسر نقط في ماتشات سهله، وبالتالي انا شايف انه المنافسه هتكون ثلاثيه، اهلي زمالك بيراميدز، اهلي زمالك زمالك بيراميدز، بيراميدز، المنافسه ما بين الثلاث فرق دول. المنتخب الاولمبي قادر